التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بمقر الجامعة الأمين العام لاتحاد الغرف العربية خالد حنفي ورئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق. وفي أعقاب ذلك عقد مؤتمر صحفي للتأكيد على انعقاد المؤتمر، وذلك لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب في مدينة عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة من 18 وحتى 19 من أكتوبر القادم، بتنظيم مشترك بين اتحاد الغرفة العربية وغرفة تجارة الأردن وجامعة الدول العربية. هذا المؤتمر في هذه الدورة له خصوصيته، لأنه بيقول أن القطاع الخاص هو اللي بيقود التنمية في المنطقة العربية، هو اللي بيشغل 75% من القوى العاملة في المنطقة العربية، هو اللي بيساهم في توليد أكثر من 70% من الدخل في المنطقة العربية. مهم جداً أن يتم إعادة صياغة العلاقات الاقتصادية، علاقات الاستثمار في المنطقة العربية، لأن المنطقة العربية في حاجة إلى تغيير مفاهيم كثيرة اقتصادية. هذا المؤتمر سيكون بمثابة القمة الأولى للقطاع الخاص العربي. هناك قمم عربية للقادة السياسيين، هذه المرة ستكون أول قمة اقتصادية للقطاع الخاص، تأتي في ظرف حساس وظرف يعاني الوطن العربي من ارتفاع نسب البطالة. التكتلات العالمية اليوم تفرض علينا كدول عربية أن نتوحد، كما قال الدكتور خالد الاستثمارات العربية متواضعة في الوطن العربي مقارنة بالاستثمارات العربية في دول أخرى.